عارفهم رح نعملهم بوجود ضيف عزيز بنحبه كثير. اها. حلقه بي بي سي البرنامج الزميل والحبيب الاسبوع الماضي ما انعرضت. ليه؟ بسبب حادث تعرض له الزميل سلام الزعتري هو وعم بيصور ابو الجيك. اوكي. بس معقول نمرق الاسبوع وما نخلي العالم تشوف عبيد جعفر؟ مش معقول. قوم بقى مع النجم الصغير عبيد جعفر روح. سؤال استقبالها. سؤال استقبال؟ يعني ايش سؤال استقبالها؟ عباد جعفر اهلا وسهلا فيك بالهون وبس. قديش عندنا جمهور؟ انتم عبالكم يكون عندكم جمهور بي بي سي؟ ما عندكم مشان هيك بسمع الزقايف. لا بس ما تفهمني غلط. شو بك بلا سؤال؟ شو بك؟ اكثر شيء بنخطفهم كلهم بنحطهم. واحد اثنين ثلاثة جنب عباد جعفر. اول شيء عباد جعفر اهلا وسهلا فيك بالهون وبس. هلا فيك. كيفك معلم؟ ماشي الحال. معك شيء ولا بلا نازل؟ سوري سوري سوري. لا والله كلهم هاون. ليك مزبوط عندك انت ماركت ورق لف؟ ايه عملت ورق لف جعفر. شو اسمه؟ جعفر. هيك جعفر؟ حطيت صورتي قلاي بالبروتيل بس هلا بدي غيره، بدي اعمل بالكنسل. عشان الاشرفيه مش عم يدخل. ليه؟ بالاشرفيه ما بدخلوا اذا صورتك بالبروتيل؟ ايه بدهم شميز. شميز. ما اسمه شميز. بلا بريتيل لبريتيل بس يا خي قميص. بريتيل للبريتيل بس. قال لي ما اسمه شميز. شميز. قال لي بلا عندنا المسيحية اسمه شميز. عباس اهلا وسهلا فيك بلا هون وبس. لهون وبس احنا عندنا فقرة اسمها قوم بقى. اول شيء بدنا نطمن الناس. سلام شو بو؟ ما بو شيء الحمد لله، كسر دايلة نايم بس. بس؟ كان عم بيعمل سكتش انه عم بيشنق حاله من ورا الوضع، عم وقع وكسر ايديه. مزبوط، هو هذا في حدا فك له الحبل من فوق. الحبل؟ الحبل من فوق. قام هو عم يتعمشق فيه ووقع قلب على الارض، بس هو لانه ناصح شوي صغيره اجى ايديه هيك. وبيعرف انه انت بتقول عنه ناصح ولا لا؟ ما هلا حيعرف، انفضح. عبد الجعفر نحن عنا فقرة قوم بقى وانت ما قدرت تطل. اول شيء بدي اقول الف سلامة للزميل سلام الزعتري وان شاء الله بيرجع لنا بكل هيك بكل صحة وبكل عافية ليعمل برنامج البي بي سي اللي من هو من اذكى الكوميديا اليوم الموجودة على الشاشات اللبنانية. زقفة لفريق البي بي سي حبيبي قلبي. والله لك يعني انت بتتشجع هيك بس تشوف العالم. طبعا طبعا. شفت كيف عباس جعفر؟ اليوم شوف بحياة اختك بعد واحد عباد جعفر. لحد يزقف جاد. عباد عباد شفت ونسوين عم بدي زقف لك معلم. خلي شعرك يوقف معلم. ما زبطت. ما انت يا خي جبتني دغري بسرعه من مصر. ايه طبعا لاحظ انه كل اليوم من اسماعيل وعباس كان بمصر وشعبان. شعبولا بعد البريك ابو شيك خلينا نفوت دغري. بقوم بقى ما بلشنا. يلا خلينا نفوت دغري قبل ما تفوت. خد هاي من مصر. هو بس حكاني. هو بس حكاني. كنت عم بسمع قصة هاد. شو هيدا عمي؟ هيدا هيدا بالحق توت عنخ زبران. اوكي عباس ليش شو كنت بدك تعمل انت لو انعرضت الحلقه؟ شو كان عندك شغل هالجمعه؟ كان عندي شيء على الكاميونات. كاميونات عن الاحتجاجات اللي صارت. مزبوط. شو بدك تعمل ريبورتاج على الطريق؟ عملت شيء ريبورتاج كان عبنا انه هن عم يتزانخوا على العالم ويوقفوا الطريق ويسكروا الطريق عليهم. ايه وقوص ومدري مين قوص حدا. مزبوط. انا المهم سمعت بالخبر دغري نزلت على الطريق. يا خي اوادم هو تبع الشحنان ولا هيك طلعوا يا خشي؟ والله اوادم كاميونات. يعني هلا صحيح انه بيعبقوا الدنيا بالدخان وبيعجقوا الساير ويمكن يفلت واحد يقتل شيء 20 30 زلمه يمكن ينزل بالكحال يضل ساحب يروح يدعس كل العالم. بس هني اكثر ناس بتحسهم انه هني بيعطوك
نصايح يعني. عين الحسود تبلى بالعمق. رضا الله ورضا الوالدين. لا تسرع يا بابا، الماما بانتظارك. لا هذا اخ اخذ ال هذا اخذ الشاحنه من ابوه عشان عنده بواسير. لا بس عباس خلينا نبلش بالانبار. اول انبار بوجيك بحلقة الليلة بحضور عباس جعفر للدلفي. بتعرف شو الدلفي؟ لا والله. بتعرفوا السلفي انتو؟ بتعرفوا شو الدلفي؟ مع الدلفين. الدلفين؟ لا. شوف الدلفي. شوف الدلفي شو هي. ترند جديد وموضة جديدة عم نشوفها، وهي موضة تصوير المؤخرة بدل من الوجه، وهاشتاج بلفي بدل عن السلفي. هالترند بلش بأمريكا عند أشخاص خاصة من السواح يلي آخر همهم هو حكي العالم، ويلي اعتبروا أن هالموضة خطوة ممتازة لحذف التفرقة بين الجنسين كون الاثنين عندهم مؤخرة. أول انبار لموضة الدلفي اللي هي سلفي مع المؤخرة بتصير دلفي. يعني احنا بعالم السوشيال ميديا رايحين من تحت الدلفي لتحت المزرابة. شو؟ أنا ما فهمت إلا طيس بس. في شيء مؤخرة وطيس وبس يعني. كل الكلام الباقي ما حيفيد. برافو عليك. أوكي، تاني انبار للاكتشاف الجديد إنه المخاط. من الآن فصاعدا شجع أطفالك على تناول المخاط من أنوفهم. طلع في كثير فوائد غذائية المخاط تبع الأولاد، في كثير فوائد غذائية، وهو مثل دواء إذا بدك، بروتينات يعني إذا بدك. مخاطه مايسين، دواء مخاطه مايسين. كيف تشرون هذا شاليمونة؟ شاليمونة. كيف بدك تاخذهم؟ لا من اليمين للشمال. هي ياخذوها مرة بالأسبوع. مرة بالأسبوع. قديش الجرام؟ ايه قديش الجرام؟ لا لا مش كل شيء بالجرام، مش كل شيء بالجرام. تالت انباء لا الحادث البيسكليت. هيدا البوسكليت. لا لو ار ما شافها شو؟ وارما شافها. وارما شافها. برافو عليك. وارما جايز لحظه باور بوينت. وارما ما شافها. ليك كيف تلاقي جار عباس بينبش علي عنده حاطه توت. شو بينبش علي كيف تلاقي؟ ايه معدوم جاد. لايك هلا على نحكي الدغري بلا مازح. جاد هو مثل كانه انت عم تحط النكهه تبعت البني. ايوه عباس وانت نكهه كمان تبع البي بي سي. قوم بقى لهالعرض الخاص ابو جيك. يلا عرض خاص، كل بنت تجي على المحل بالشورت والحفر تحصل على حسم بقيمه 50% على كل شيء. حلو. واذا اجت بالظالم شو؟ واذا اجت بالظالم؟ بالظالم بلاش. شو رايك ما بيعطوها شيء؟ شيء مثل شو؟ شيء. هذا البروجرام على 11 ونص. لا انت بتمر الساعه 10. 10 حبه يا مينام ولا حبه هيك ما بيعطوهم شيء. قوم بقى لهالرابر الختيار. حلو. With a best in your one mind, always stand your one mind, now one mind, always stand the American, your one mind, always stand the wind, better stand the ladder. I am dying and 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 dying. بتغني انت؟ بس لحالي ما بعرف انا يعني بدهم يساعدوني. مين بده يساعدك؟ الفرقة الموسيقية والجمهور. شوي شوي عم تحقق حلمي يعني. لك قبل كنت تغني لوحدي، لك هلا جمهور وهد. يلا فرجيني قد ايه. اعطيني عدو. مش عدو، عدو عدو اعطيني عدو. عدو
عدو يا خي عدو مش عدو عدو يا مش نايم لك يا خي مش عدو مش عدو عدو خي اعطيني عدو خلينا نغني انا شارب سيجارة بني انا شارب سيجارة شو بني انا بس خلص شيء انتم بتقولوا اخر كلمة اه بني بني تعرفوه اكيد كلكم بتتعاطوا اه بتتعاطوا اغاني يعني ايه طبعا مصري شو يا حرقدين اللي عبادهم بمصر ما في الا اغنيتين اول وحده هيدي بتاعت يا بتاع النعناع يا النعناع يا النعناع ايه من الصبح بدل فيروز بدل صباح للليل يا بتاع النعناع نعناع 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 والثانية لركب الحنطور طب غني لها يلا انا شايف سيجاره بني ببلش ما بدك تأهل بالهذا يا خي تأهل بدك تقدمني قدمني يا جاف الفنان عبيد جعفر يا ليل يا ليل وانا شارب سيجارة بني وحاسس النار بتاكلني انا شارب سيجارة بني وحاسس النار بتاكلني قاعد بالحارة بسقط بسقط والغسيل عمال بنقط والشارع اللي ورايا قدامي الكلام على طرف لساني لما اتكلم بتلخبط بتلخبط يا عمي ولع يا سيدي ولع ويا عمي ولع ويا سيدي ولع انا شارب سيجارة بني 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 وحاسس النار بتاكلني تاكلني الله شو حلوة حلوة بس ليك انت عم تسرق الحشيش عباس مش للدخان لشو للتصدير يعني عشان الدولة تاخذ الحشيشات وتبيعهم للدول التانيين ايه وانت مش عم ناخذ مصاري وهيك بحلو عربنا مثلا ندخن ما حدا بيتعرف اوكي قوم بقى لحلا ولد نايم روح الله يجي الله يجي ابو شيك قوم بقى بدي فرجيك شغله كيف بيحكوا بالخليج كلمات اخذوها من الانجليز لما اجوا لعندهم بالانتداب من الخمسينات ابو جيك في اخذوا منهم كلمات وعملوها خليجيه اوكي خلينا نشوف انا وياك لوف يو فيو طبعا يو عارفينها في كل الجمل هي نفسها يعني انت العنبلوص والعنبلوص هي سياره الاسعاف وبالانجليزيه هي الامبولانس كان الاهالي يسمون المستشفى سبيتال وكانت الاهالي تسمي الطبيب الدختر وهي مقتبسة من دكتور أما الموتر فقد أخذت من موتر أو المحرك إلى جانب جميع أجزاء المركبة ولكي نتمكن من السفر كان لابد أن تحصل على باس والباس هو اللفظة الأولى من باسبورت لتتمكن من السفر ودخول دولة أخرى وكم هو محظوظ ذلك المسافر خاصة إذا كان حجزه على الفص جلاس والفص جلاس هي فيرست كلاس أو الدرجة الأولى وإذا سألت أحدهم إلى أين هو ذاهب وقال لك إنه ذاهب إلى الحفيز فهو يقصد بذلك أنه ذاهب إلى المكتب أو العمل فالحفيز هو الأوفيس أنت كيف أنت كيف سافرت على مصر؟ أنا لايك لحديت هلا كنت بفكر حالي حمار بالإنجليزي الحمد لله حمنيح الحمد لله هون سافرت على مصر عن جد لهون وباس سافرت على مصر فص جلاس ولا شو؟ فص جلاس لا كنت فص جلاس أنا يعني كان محمد الحوت ورا وأنا قاعد قدام أيوه هلا قلت له إذا بدك بعطيك 200 دولار تقرب ما كان أوكي يلا بنكفي أبو شيك بدي أروح للتلفزيون المصري أنت بتعرف إنه بالتلفزيون المصري كيف عندنا بالتلفزيون اللبناني عندهم ذات الشيء بمصر؟ يعني مثلا عندهم واحد مثل الشيف أنطوان اه والله عندهم واحد مثل الشيف أنطوان هو ذاته قوم بقى للشيف أنطوان المصري أول يديله سولت أند بيبر
اهو شويه كمون. بيقول لي والبصل؟ قلت له لا. طب الجزر؟ قلت له لا. طب ترابات تاتيه؟ برضه لا. ادي شويه الملك وانا لا ملك ايديك كده يا حبيبي. يا طشاتك وحركاتك يا باشا. ادي كمون. كيف الشيف انطوان؟ يحكي مع الاكل. ما معقول مثل انجليزيه الشيف انطوان. سولت اند بيبر. سولت اند بيبر. سولت اند بيبر. واخر شيء كيف بيحكي الشيف انطوان مع الطبخ؟ الشيف انطوان بيحكي مع الطبخ. وانا بيحكي اشقرك وحللك يا معلم. عم بيحكي مع الطبخ. ابو شيك في اللي بيفسر احلام على الاو تي في، في منه بيفسر احلام على التلفزيون المصري. هو ذاته شوف. طيب في اس ام اس جت لنا واحده، طبعا ما اعرفش بتهزر ولا بتتكلم بجد، حلمت ان خطيبها عمل لها بلوك على الفيسبوك. ان عمل لها بلوك على الفيسبوك ما بتصليش، لان ده اسمه التواصل الاجتماعي وهي ليست متواصله. ده جديد، ده تفسير جديد بقى. طبعا ما واصل واحده ده تفسير خواجه يعني. اعمل ايه؟ ما ده انت ماشي مع التكنولوجيا طبعا. لازم مش هو في الفيسبوك يبقى لازم له حاجه كده برضه. ما فيش تواصل حقيقي والله. والله لان التواصل الاجتماعي مع مكان التواصل ده لما تعمل فيه بلوك يبقى فيه وقف علاقه بينها وبين حد قريب منها، واقرب ما يكون الانسان يكون لله. يعني نقول لها تعمل له كومنت ولا لا؟ ما تعملش كومنت. هي تعمل كومنت مع ربنا سبحانه وتعالى. تعمل اتصال مع ربنا، تعمل كونتاكت مع ربنا، وبعد الكونتاكت يتفتح لها البلوك. سبحان الله سبحان الله. قلبك عامر بالايمان. طيب. شو عباس؟ هيدي اذا كان عمل لها بلوك على التويتر يعني ما بتشيل جرايها. انت فسرت. بس دخل اي بي اي يا خيي. انت فسرت انه ما بتشيل جرايها. شو بقاش احلى مني يعني؟ حتى احلى مني. مع عباس احفر بدي اخدم وبقى وبدي اخذ بريك. بعد البريك شعبولا. شعبولا. انا بكره اسرائيل. عباس احفر. عباس جعفر بنشكرك، حضورك رائع وايجابي دائما وابدا، وبننطر رجعه بي بي سي لنرجع نشوفك انت والشباب. عباس جعفر زقفه لك. واحد اثنين ثلاثه بريك روح.